أيتها السيدات، أيها السادة، هل يمكن ترويض الإنسان؟ هل البشر موضوع ترويض؟ ماذا يعني ترويض الناس، ترويض البشر؟ أنتم تعلمون أن الترويض سلوك بشري بعلاقته بالحيوانات. البشر يذهبون إلى أماكن موجودة فيها أحصنة برية، يصطادون هذه الأحصنة بطريقة أو بأخرى ويبدأ ترويضها. شو يعني ترويضها؟ يعني إلغاء الطابع الحر الوحشي منها، تصبح قابلة لساسة الخيل، أصلاً سياسة للخيل، هو سائس خيل، يعني هو اللي يصير يروض ويهتم بالخيل. وقس على ذلك، إذن الترويض سلوك نستخدمه لتدجين الحيوانات، هذا هو الترويض. لكن هذا السلوك في ترويض الحيوانات انتقل إلى السياسة، فصار لدينا سلطات الترويض، سلطات الترويض. ماذا يعني هذا؟ تاريخيا الثقافة تتطور انطلاقا من حاجات البشر للعيش بسلام واطمئنان. خذوا العلاقات القديمة بين القبائل والعشائر، دائما في قوانين حافظة للتعايش. إذا قتل شخص ما من قبيلة من طرف قبيلة أخرى، فهناك تقاليد للحل السلمي معه. إذن هناك اعتراف بأن الثقافة ضرورية للعيش المشترك. علاقات القرابة طريقة للعيش المشترك، علاقات الجيرة طريقة للعيش المشترك، تقاليد الحصاد والزراعة طريقة للعيش المشترك، ثقافة الزواج، ثقافة الصداقة طريقة للعيش المشترك، ثقافة الاعتراف بحق الآخر، بملكية الآخر وعدم الاعتداء على ملكيته، نوع من طريقة العيش المشترك. ولهذا كل خرق لطرق العيش المشترك يؤدي إلى نزاعات، وهذه النزاعات أيضا تحتاج إلى نظر وحل وإلى بهالمعنى. الثقافة يا سادة يا كرام تربية البشر على العيش المشترك وعلى السلم وعلى المحبة. بالانثروبولوجيا هناك دراسات جميلة عن عادات الطعام، عادات الرقص، عادات الأفراح، عادات الأتراح. هناك طرق جميلة للعيش المشترك. خذوا أنتوا أيتها السيدات أيها السادة طريقة الحزن والتعزية، سواء في المدينة أو في القرية. إن عدد كبير من الناس لا يعرفون الفقيد، لكنهم يذهبون إلى العزاء ليعزوا أهل الفقيد، ليعزوا أهل الفقيد.
وأهل الفقيد يشعرون بنوع من الراحة النفسية وبنوع من تجاوز الأحزان القوية على الفقد. هذا شكل من أشكال العيش المشترك، وشكل من أشكال الحب والتعاون بين الناس. هذه ثقافة، هذه تربية، حتى عادات الأفراح والأعراس هي تربية وثقافة وعيش مشترك. إذن العيش المشترك هو ثمرة التربية. أنت لا تستطيع أن تعتدي على إنسان بضربه بدون أي وازع أخلاقي، لا تستطيع، ما لا يمكن. حتى المدارس، في المدرسة أصلا صارت هناك مؤسسات لنشر ثقافة العيش المشترك، والمدرسة بالأساس للتعليم والتربية، اسمها مدرسة وزارة التربية والتعليم. نربي الطفل على عادات وقيم وتقاليد، على العيش المشترك. إذن النقطة المركزية في التربية والثقافة هي العيش المشترك، والعيش المشترك اعتراف بحق العيش المشترك بين الناس، اعتراف بملكيته، اعتراف ببيوته. أنا في كتابي أنطولوجيا الذات لدي موضوعات عن علاقة الذات بالبيت، علاقة الذات بالآخر، علاقة الذات بالخطر، علاقة الذات بالخوف، على إلى آخره. وبالتالي العيش المشترك هو نزع الخوف من الآخر. نحن لا نستطيع أن نعيش ونحن خائفون من الآخر. وقد جاء حين من الدهر لم يكن هناك حتى شرطة في القرية، ما كان في شرطة، يعني الشرطة هي سلطة قانون، سلطة إدارية لتنفيذ القانون، هذا تعريفها، الشرطة سلطة إدارية لتنفيذ القانون من أجل الحفاظ على السلم الأهلي. السارق الشرطة بتعتقله بتودي للمحكمة، القاتل حتى أن هناك بعض العادات الفردية التي تعتبر خطراً على الآخر القانون يعاقب عليه، السكر وقيادة السيارة وإنت شارب سكران بكل العالم يعاقب عليه. لماذا؟ لأنه خطر على الآخر. إذن العيش المشترك زوال الخطر عن الآخر، وبالتالي كل زوال خطر عن الآخر هو زوال خطر عني. وهذا معنى الاستقرار الاجتماعي الثقافي. العيش المشترك استقرار، وكلما زادت المدنية وعياً زادت حالات الأمان الاجتماعي. العيش المشترك هو أمان اجتماعي. طيب الآن النقيض عن هذا العيش المشترك، النقيض المطلق للتربية والثقافة هو الترويض. من أين نشأ ترويض البشر للبشر؟ تاريخيا القوة روضت الإنسان وحولته إلى عبد، فنشأت العبودية. ما شو العبودية؟ ترويض جماعة من البشر يمتلكون القوة المادية لجماعة من البشر لا يمتلكون هذه القوة، فتحولوا إلى عبيد عند الآخرين مروضين، وبالتالي لا حرية في الثقافة والتربية. في حرية في الترويض، نزع الحرية. العبد حتى لم تفتح القاموس في اللغة العربية تعريف العبد، العبد عكس الحر، هيك العبد عكس الحر. والعبودية أشكال طبعا، ولأن العبودية ترويض، فإن العبيد الذين يشعروا بدأوا يشعرون بعبوديتهم قاموا بثورات ضد العبودية،
قاموا ثورات ضد العبودية. انتهينا من العبودية. بعض الأقنان كانوا فلاحين، انتهينا منها. تخيلوا في القرن الحادي والعشرين أن تكون هناك سلطة دكتاتورية مجرمة تريد أن تروض المجتمع على الخضوع لقوتها. هذه حالة من الحالات النادرة الآن في القرن الحادي والعشرين. ماذا يعني ترويض الناس؟ يعني الخضوع لمنطق القوة التي عليها السلطة، يعني الاعتداء على الحق، الاعتداء على العيش المشترك، الاعتداء على الأمان، جعل الإنسان في خطر. الترويض في حقيقته خضوع ثمرة الخوف. مرة أخرى، الترويض خضوع ثمرة الخوف، فيروض الناس على الإخافة والخوف، فيحملون الإنسان على الخضوع دون أي تأفف من الخضوع. هذا هو الترويض. أشكال الترويض متعددة وأدوات الترويض متعددة. سأعطيكم نماذج للترويض التي لم يكن يحس بها العدد كبير من الناس خارج العاملين بالدولة، موجودة في عدد من جميع الذين عملوا موظفين في الدولة، جميعهم بلا استثناء لديهم موافقات أمنية. ماذا تعني الموافقة الأمنية؟ أنه شخص لا يشكل خطرا على السلطة، لا مادي ولا معنوي. ومن أجل أن يعمل الإنسان بده موافقة أمنية، من أجل أن يأخذ موافقة أمنية يجب أن لا يكون قد عبر عن شكل من أشكال التمرد على السلطة، أن لا يكون في حزب سياسي معارض للسلطة، أن 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 إلى آخره، يأخذ موافقة. هذا الذي أخذ موافقة أمنية هو شخص اعتقد دولة أنه روض. هلا هذا المروض اللي أخذ الموافقة الأمنية شيئا فشيئا يحس بنوع من العبودية تجاه المروض، فيضمر في ذاته كرهه للمروض. المروض يضمر كرها للمروض وينتظر الفرصة المناسبة للانتقام من المروض. المروض بغبائه التاريخي يعتقد أنه مجرد ما حس بأن الترويض قد أصبح عاما زاد من آثامه الترويضية. هذا شكل من أشكال الترويض. الموافقة الأمنية شكل من أشكال الترويض. الاستدعاء، الاستدعاء كان لدي صديق يوسف زين الدين، زين الدين يوسف، شخص كردي درسنا معا في حاجة السنة، وذكي، ذكي جدا، وشيوعي بقداشي، شيوعي بقداشي يعني جزء من الجبهة الوطنية التقدمية. وعمل من لحظة في صحيفة الثروة الثورة من الخارج، يعني ليس موظفا، بعدين وظف على ما أعتقد. المهم أخذوه على الجيش،
مع انه هو دكتور في الاقتصاد، حطوه بمؤسسة اقتصادية قضية شراء وبيع. ولأنه عالم اقتصاد فبالنسبة له الاقتصاد علم مش فساد، وهو شخص نقي. حدثني قائل استدعيت وبدأوا ببهدلتي، وبهدلة كلمة فصيحة، وإحذر وأنا لا أعرف ما هو ذنبي. وعندما سألته ما هو ذنبي، يعني أنت لماذا استدعيتني، قال لي خراس، هو دكتور في الاقتصاد وهو ضابط عمليا، لما أخذوه على الجيش الدكاترة بروحوا ضباط، قال له خراس وانقلع. هو لم يفعل شيئا، لم يرتكب أي جرم، ولكن هذه طريقة في ترويض الآخر من أن يفكر بأن ينتقد ما يجري داخل هذه المؤسسة الفاسدة. هذا ترويض. السلطة تروض خوفا مما يمكن أن يكون. طيب المجتمع بشكل عام هو غير قابل للترويض، هو قابل شكليا للترويض لكن داخليا غير قابل للترويض. لذلك كثير من الذين عاشوا مرحلة الترويض كانوا يعبرون عن تأففهم بأشكال متعددة. الدكتاتورية إذن بالتعريف، ما حدا حتى نكون واضحين، الدكتاتورية سلطة ترويض. ألا إذا كانت دكتاتورية، دكتاتورية أقلية، تكون سلطة الترويض همجية. ولهذا كان رد فعلها على المجتمع الذي ثار ضد الترويض همجيا، ولم يستطع عقلها أن يتخيل أن المروضون هؤلاء، المروضين هؤلاء قد ثاروا على المروض، وثورة عظيمة. رأيتم خطر الترويض؟ ألا نحن نريد أن ننتقل من حالة الترويض إلى حالة التربية والثقافة، ليس سوى نظام الحر والديمقراطي الذي ينقلنا من الترويض إلى الحرية والثقافة. كنا نقرأ على هذا الجهاز البسيط كل ما نريد، ومع ذلك تأتي المجلة، نشتري المجلة وإذا فيها صفحات ممزوعة. فكان في مسؤول الرقابة في وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، بيت حذيفة نسيت اسمه، كذا يا أخي ليش عم تمزعوا؟ يعني أنتوا اللي بتمزعوا كأنكم عم تقولوا للناس ارجعوا للي مزعناه، وما تستفيدوا، لأنه الآلات الآن والنت والكذا صار موجود لدى كل الناس، نوع من الترويض. هلأ الترويض بما أنه مرتبط بالإخافة فيجب توفير كل سبل الإخافة للناس، أي يجب أن تعيش الذات دائماً بالخطر، خطر إن قالت، خطر إن أومأت، خطر إن ذهبت، خطر 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 خطر. وفي الأخير لابد من التحرر من الخطر فيأتي الانفجار ضد الترويض، يأتي الانفجار ضد الترويض. نريد أن أحدثكم بحادثة بسيطة مرة، يعني الحديث بحادثة. جاء الدهان، متعاهد الدهان يريد أن يدهن كلية الآداب،
والله لم يستطع أن يدهم بالبداية، لأن هناك مجموعة من الصور ولا يستطيع أن ينزع أي صورة من الصور الموجودة على الحائط. وللحديث بقي. شكرا لكم.